نعم، أخيرا، هل سنرى اليوم سعد الحريري في الأيام المقبلة عائدا إلى الحياة السياسية في الوقت القريب باعتقادك وباعتبارك أيضا عضو تيار المستقبل؟ أنا كنائب رئيس تيار المستقبل تشاورت معه وتكلمنا كثيرا، لن نستقيل من الحياة السياسية. نحن لا، القرار كان عدم المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة للسبب الذي قلته، عدم إطفاء أي شرعية مذهبية أو عامة أو سياسية على تلك الانتخابات، لأن نتائجها ستصبح معروفة، وبالإضافة إلى عدم المشاركة في السلطة. أما في الحياة السياسية فنحن موجودون، وسبب هذا اللقاء وقبول هذا اللقاء هو لأننا لم نخرج من الحياة السياسية، وسنعود بشكل واضح كتيار مستقبل خلال الأيام والأسابيع القادمة بمشروعنا بناء على الواقع الجديد المستجد.